سيلفي للمغنية وعارضة الأزياء الصربية جيليكا لبوبيسيتش أثارت موجة انتقاد شديدة انتهت بها إلى حذف الصورة بل وإغلاق حسابها على إنستغرام. الصورة لم تكن خلال حفل غنائي أو عرض أزياء، إنما كانت داخل مستشفى وأمام جثة والدها الذي توفي قبل السيلفي بوقت قصير. ليست الصورة فقط ما استفز الجمهور، بل الشكل الذي ظهرت به جيليكا، حيث كانت ترتدي قبعة مصحوبة بوضعية دك فيس، وأضافت رموزا تعبيرية لتظهر بمظهر المكلومة على فقدان والدها. هي ليست الصورة المؤلمة الوحيدة، بل التقط مشاهير صور سيلفي لم تكن لائقة أيضا. أثارت سيلفي جمعة بيل كلينتون والممثل أرنولد شوارزنيجر جدلا واسعا، إذ التقطها خلال مشاركتهما في جنازة أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي. وشكلت صورة أخرى التقطت في موقع هجوم سوسة بتونس عام 2015 صدمة للرأي العام البريطاني الذي تألم بمقتل العشرات من مواطنيه، ليتبين أن الملتقط كان عمران حسين أحد مرشحي حزب العمال البريطاني. أما في روسيا فقد فتحت السلطات يناير الماضي تحقيقا بعد نشر أطباء وممرضين صور سيلفي بجانب مرضى ومتوفين. إذن هوس السيلفي طال حتى الموتى والجنازات، لكن لابد من الإشارة إلى أن هناك العديد من صور السيلفي التي شكلت حالة بهجة للمتابعين، أغربها صورة لقطة تدعى ماني تعلمت التقاط السيلفي أفضل من البشر أحيانا، إحداها كانت بصحبة جيرانها الكلاب وسط الطبيعة والهواء الطلق. إيلين يوسف، العربية.